الدماغ. كيف تتذكر الطريق إلى منزل صديقك؟ لماذا تطيف عيناك دون التفكير بذلك؟ من أين تأتي الأحلام؟ إنه الدماغ الذي يتحكم بكل ذلك وأكثر. في الواقع إن الدماغ هو الجزء المسؤول في جسمك، وهو يتولى كل الأمور المتعلقة بجسدك ويتحكم بكل حركة تقوم بها حتى في وقت راحتك. سبحان الله، هذا الجزء الصغير هو أشبه ما يكون بإسفنجة وردية كبيرة يزن حوالي 1300 جرام. إن الدماغ يتكون من بلايين من الخلايا العصبية، ويطلق عليها النيورون، والتي تحمل الإشارة العصبية من وإلى مختلف أجزاء جسمك من خلال الجهاز العصبي. تكون الزيادة في نمو الدماغ فقط ما بين الولادة والبلوغ، بينما ينمو الدماغ فإن الجمجمة تنمو بالتزامن معه بما يتلائم مع حجمه ومساحته، وتعمل كخوذة الرأس الواقية لحمايته. وهناك سائل يملأ الفراغات بين الجمجمة والدماغ. عندما تتعلم القيام بعمل ما، فإنك تخلق رابطا بين الخلايا والدماغ، ولذلك فإنك عندما تريد القيام بنفس العمل مرة أخرى، فإن الروابط موجودة ومخزونة، وبهذا يكون القيام بالعمل أسهل. المخ هو الجزء المهم في الدماغ، فهو يستقبل ويخزن المعلومات ويتحكم بحركاتك. أما المخيخ فهو المسؤول عن التفكير والكلام وأداء المهمات المعقدة، وكذلك يساعدك على التوازن وتحريك العضلات. ومهما كنت تفعل فإن الدماغ يعمل دائما على عدم توقف عمل القلب والتنفس. ومع كل ما سبق ذكره من وظائف الدماغ، فإنه أيضا يتحكم بالمشاعر، فهو يعطيك الشعور بالسعادة عندما تكون سعيدا، أو بالحزن عندما يكون صديقك مريضا، أو بالغضب عندما يعبث أخوك الصغير بغرفتك. من أين تأتي هذه الأحاسيس؟ طبعا دماغك. فما الذي يمكنك فعله لدماغك؟ عليك بتناول الأطعمة المغذية الصحية التي تحتوي على الكالسيوم والمعادن الضرورية للجهاز العصبي. عليك ارتداء خوذة الرأس الواقية عند اللعب أو القيام بالتمارين الرياضية أو قيادة الدراجة النارية أو أي رياضة تتطلب حماية الرأس. استخدم دماغك في القيام بأنشطة التحدي كالألغاز والقراءة وكتابة الأدب أو أي نشاط يعمل على تشغيل دماغك. إن أعظم آلة تمتلكها هي جسمك. هذا الجسم أعقد من أي كمبيوتر، وهو معك طوال حياتك وبالمجان. إن جسمك مكون من المئات من مختلف الأعضاء، قد تعرف أسماء بعض هذه الأعضاء المرئية، ولكن هناك العديد منها مخفية في الداخل. توجد أعضاء الجسم غالبا بشكل زوجي، فأنت لديك قدمان، عينان، أذنان، رئتان، وهكذا. معنى ذلك أن لديك عضو زائد مفيد في حال تضرر أحدهما. الماء يعتبر أهم مادة في جسمك، ويمثل ثلثي وزنك. لا أحد يشبهك أو يصدر أصواتا أو يفكر مثلك تماما. أنت مختلف، يرجع ذلك لصفاتك الوراثية التي ورثتها عن أبويك. كل الأجسام تتكون من أعضاء. إن جلدك عضو. الجلد يكسو الجسم ويعمل كإطار يلم العظام وأعضاء أخرى كالقلب والدماغ والرئتين. القلب. نحن نشاهد ونسمع عن القلب في كل مكان. منذ أمد بعيد كان الشائع بين الناس أن العاطفة مصدرها القلب، ربما لأن القلب يخفق بسرعة عند الشعور بالفزع أو الإثارة. إلا أننا الآن نعلم أن الدماغ هو مصدر العاطفة، وفي هذه الحالة الدماغ يعطي أوامره للقلب ليسرع من خفقه. إذن ما هو عمل القلب؟ وكيف يواصل وظيفته؟ ما هو شكله؟ لنكتشف ذلك،
في الحقيقة قلبك عبارة عن عضلة تقع وسط الصدر أقرب ما يكون إلى اليسار في حجم قبضة يدك. هذه العضلة المذهلة لا تعرف التعب. حتى عند فتح صماماتها وغلقها حوالي 100,000 مرة في كل يوم طوال حياتك. القلب عبارة عن مضخة تضخ الدم إلى أنحاء جسمك، ففي كل خفقة يضخ القلب دما ما يوازي كوبا ويملأه بنفس المقدار للخفقة التالية. اركض وسيخفق قلبك أسرع، وهذا سيمنح عضلاتك أكسجينا أكثر. يولد معظم الأطفال بقلوب سليمة، ومن المهم المحافظة على لياقة وصحة قلبك. إليك بعض الأمور للحفاظ على قلبك سعيدا. إن أردت أن يكون قلبك قويا فعليك بعمل تمارين له. كيف نفعل ذلك؟ بممارسة أنشطة يكون فيها شهيق وزفير، كالقفز على الحبل ولعبة كرة السلة. حاول أن تمارس نشاطا كل يوم لمدة 30 دقيقة أو لساعة، وذلك أفضل لقلبك. قم بتناول أطعمة صحية متنوعة، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على دهون غير صحية كالدهون المشبعة والدهون المتحولة. حاول أن تتناول يوميا 5 أنواع من الطعام والخضار، متجنبا المشروبات الغازية المحتوية على السكر والعصائر. ولا تدخن، فالتدخين يضر بقلبك ورئتيك. والآن بتتعلم أن قلبك لا يبدو كقلب الحب، ولكنه بكل تأكيد يستحق الحب لكل ما يقوم به من عمل، فهو قد بدأ بضخ الدم قبل مولدك وسيستمر في ذلك طوال فترة حياتك.